لويس هنري سوليفان كان مهندسا أمريكيا ولد في بوسطن الولايات المتحدة لأم سويسرية وأب إيرلندي. دخل معهد التكنولوجيا في سن 16، درس الهندسة المعمارية هناك لفترة وجيزة، وبعد عام واحد من الدراسة انتقل إلى فيلادلفيا وأخذ وظيفة مع المهندس المعماري فرانك فيرنس. وفي وقت لاحق انتقل سوليفان إلى شيكاغو عام 1873 للمشاركة في طفرة البناء بعد حريق شيكاغو، وكان يعمل في هذه الفترة لويليام ليبروني. انتقل سوليفان إلى باريس ودرس في مدرسة الفنون الجميلة، وفي عام 1879 استأجرت دين كامبر إدلر سوليفان، وبعد عام أصبح سوليفان شريكا في الشركة، وقد شكل هذا بداية لسنوات سوليفان الأكثر إنتاجية. وقد سمي لويس سوليفان أب ناطحة السحاب وأب الحداثة، ويعتبره العديد من المبدعين في ناطحة السحاب الحديثة. وكان المهندس مؤثرا وناقدا في مدرسة شيكاغو، وكان لمعلمه فرانك لويد رايت دورا كبيرا فيما أنجزه. ولد دانيال برهام في هندرسون بنيويورك. في سن الثامنة انتقل برهام إلى شيكاغو. كان مهندسا معماري أمريكي شغل منصب مدير الأشغال في معرض الكولومبي العالمي في شيكاغو. فشل في اختبارات القبول في جامعة هارفارد. تدرب برنهام كرسام تحت ويليام ليبرون جيني. في 26 انتقل برنهام إلى مكتب شيكاغو كارتر، حيث التقى بشريك الأعمال في المستقبل جون ويلبرن. لعب برنهام دورا رائدا في وضع الخطط الرئيسية لتطوير عدد من المدن بما في ذلك شيكاغو ووسط مدينة واشنطن، كما صمم العديد من المباني الشهيرة بما في ذلك مبنى فلاترون في مدينة نيويورك ومحطة الاتحاد في واشنطن العاصمة وعدد من ناطحات السحاب البارزة في شيكاغو. ما بيردش ليه؟ بص قدامك ما تبصليش ورا. حد شافك وانت جاي؟ ايوه يا مستر. زين فلوس معاك؟ اه طبعا. هات الفلوس. جبت الحاجة؟ بتاع دي الطاقية اللي هترجعك بالزمن، هبعت لك مسج ازاي تستخدمها. دي الأسئلة بتاعت المسابقة. ماشي. ما تبصش وراك غير بعدها بخمس دقايق. بص وراك، حد شافك وانت جاي هنا؟ لا مفيش. جبت املاء معاك؟ تمام. ايه؟ عدهم ولا؟ ده حقيقي. شفت كل الاسئله بتاعت المسابقه. جميل. دي الطاقه اللي هترجعك بالظبط. وابعت لك رساله ازاي تستخدمها. ما اديتهاش لحد غيرك. ده اللي عايز اتعلمه. يلا. ما تبصش وراك لما امشي. انت الرسالة وصلت. عشان تشغل البطارية لازم نفكر في ان احنا عايزين نروح له، عايزين نروح لأني بلح. تاني حاجة تلبس الطاقية. طيب بكر المدهنة. تالت حاجة لا تهزر يا زيرو. حط مشمشية وتنكر. القطة المشمشية لعبت في التراب.
حلو البساطة، حلو البساطة. مساء الخير، النهارده في أركتيك وتال هنقدم لكم مسابقة قوية جدا، معانا اتنين معماريين بآراء مختلفة، بكل واحد فيهم بيأيد فكر معماري مختلف خالص. معانا هنرحب النهارده بالبشمهندس خالد. اتفضل يا باشمهندس. شكرا شكرا. نرحب برضو معانا الباشمهندس عمرو. اتفضل يا باشمهندس عمرو. وهنبدأ مع الباشمهندس خالد، وايه هو الكونسيبت المعماري؟ مبدئيا احب اشكر مستر زياد على استقبالي في البرنامج ده، يعني شرف ليا. ونبدأ الاول بقى بالكونسيبت المعماري للمهندس لويس سوليفان، كلنا عارفينه طبعا. الكونسيبت بتاعه كان يبدأ هو كان فورم سولوس فانكشن، كان دايما يعني فورم الفانكشن بالنسبه له في المباني اهم من الفورم، الفورم بيجي بعد كده. ده بقى عبارة عن ان هو كان بيبقى يا سوليفان يا لويس، في مستقبل بيضيع بره. عاوز ايه يا ابني؟ انت مش جيت لي من يومين؟ كنت عايز اصحى راجع كام سؤال بس. طب يلا لفلي على الجنين. نمت يا ابني ولا ايه؟ انت كنت عايز ايه؟ كنت عايز اعرف الكونسبت بتاع حضرتك في الشغل يعني. الكونسبت بتاعي طبعا اللي هو الفورم فورس فانكشن، يعني ايه؟ ان الفانكشن طبعا اهم من الفورم، او يعني ابدا دايما في المباني بتاعتي بان احقق الفانكشن المطلوبه قبل اما طبعا احقق الفورم او الشكل الخارجي للمبنى اللي هيشوفه مثلا الناس او المستخدمين للمبنى. طب والفيتشرز اللي في المباني ازاي انا اشوف المبنى واعرف ان حضرتك اللي صممت المبنى ده؟ من اهم الفيتشرز طبعا اللي بستخدمها في المباني بتاعتي ان احول العمود لمبنى، يعني بيبقى فيه ثلاث عناصر اساسيه اللي هما البيز والشفت والكابيتال. دي اهم، يعني ممكن اقول انها اهم فيتشرز. في فيتشرز تانية مثلا زي الاورنمنتس. اورنمنتس طبعا انا استوحيتها من المعماري فرانك فيرنس، يعني وبرضه بستخدم اللي هي السيمي سيركل ارشز. من اهم طبعا العناصر اللي ممكن تشوفها في المباني بتاعتي هي السيمي سيركل ارشز. طيب وايه المباني اللي حضرتك نفذت فيها الكلام ده؟ من اهم المباني اللي عملتها مبنى جرانتي بيلدينج، ومبنى وين رايت، ومبنى اوديتوريوم. الثلاثه طبعا بيمثلوا الكونسبت اللي هو البيز والشافت والكابيتال والاورنمنتس والسيمي سيركل. طبعا كل مبنى ليه فانكشن. وين رايت و مبنى جرانتي الاثنين عندهم نفس الفانكشن تقريبا، كوميرشال يوز، بمركز تجاري بيستخدموا يعني الفانكشن الاثنين زي بعض. طبعا عندك اللي هو المبنى الثالث اللي هو الاوديتوريوم بيلدينج. تمام، من خبرتي السابقه مع العمل مع ادلر، من خبرتي السابقه كنت مسؤول الاكوستكس، حبيت طبعا يعني اعمل مبنى احط فيه التاتش بتاعي او اللي انا اتعلمته مع العمل مع ادلر في مكتب. اوديتوريوم بيلدينج طبعا من المباني المهمه جدا كعمل مسرحيات،
كموسيقى كفن كأوبرا، يعني ممكن تعمل فيه كل حاجة. يعني التلاتة الصراحة من المباني العظام جدا اللي أنا عملتهم في حياتي. وإيه رأي حضرتك في دانيال برنهام كمعماري؟ طبعا دانيال برنهام كنا طبعا زملاء في شيكاغو سكول. اللي أنا شايفه الصراحة يعني بأمانة المباني بتاعته هو بيحاول يستخدم فيها الطراز يعني أو يستوحى من النيو كلاسيكال. طبعا أنا شايف إن إحنا خلاص إحنا في عصر مودرن ووصلنا إن إحنا نستخدم الجلاس والستيل، يعني النيو كلاسيكال ده خلاص يعني إحنا عدينا بقى المرحلة ديت، لازم نفكر في الجديد، نبقى كرياتيف ونطلع مباني مشوقة وحديثة. طبعا كلنا عارفين المعماري العظيم لويس سوليفان كان ماشي بمبدا الفول فولس فانكشن، ده معناه دايما ان هو البلان بتاع البيلدنج اللي هو كان بيعمله كان بيحكم شكل الفورم من جوه، وهو كمان خد الكونسبت بتاع العمود الكلاسيكي ويعني خد البيز والشافت والكابيتال وعملهم في خد الكونسبت ده عمله في البيلدنج، خلى البيز اول تو ليفلز عمل فيهم الجزء بتاع السيرفيسز، وبعد كده خد الشافت اللي هو الجزء مثلا هنقول 10 فلورز او 12 فلورز عمل فيهم الاوفيسز بقى اللي هي جزء الخدمات، وعمل الكابيتال اللي هي مثلا ممكن نقول ان هو الدور او الدورين اللي فوق عملهم بقى الادمنستريشن الفي اي بي اللي هي الناس اللي ماسكه البيلدينج. شكرا باشمهندس خالد على اجابات الوفيه دي، ونروح للباشمهندس عمرو نسال ايه هو الكونسيبت المعماري. ميرسي يا مستر زياد. هو النهارده انا جاي اتكلم عن الكونسيبت اتكلم عن الطراز الكلاسيكي اللي هو مش كلاسيكي ايه يعني احنا في 2011 يعني على فكره بيقولوا ان دانيال برنهام ما كانش احيا الطراز الكلاسيكي مره ثانيه، كان زمانه اتدفن وراح من زمان، وعشان كده لحد النهارده طراز نجح وماشي وماشيين فيه لحد النهارده. عموما الطراز الكلاسيكي اللي هو كان يا دانيال دانيال ونام ونام يا دانيال ايه افتح يا دانيال خير يا باشمهندس، ايه اللي جايبك دلوقتي؟ أنا كنت محتاج منك كام إجابة لكام سؤال عشان عندي مسابقة مهمة. دلوقتي يا باشمهندس، تعرف الساعة كام؟ أنا عارف إن الوقت اللي جاي لك فيه غلط، بس أنا فعلا محتاج منك الإجابات دي. اتفضل يا باشمهندس. إيه الفيتشرز اللي أنت كنت بتستخدمها في المباني بتاعتك؟ بص يا باشمهندس، أنا بستخدم في المباني بتاعتي التراز الكلاسيكي. يعني مثلا بستخدم الإليفيتد والبروترودينج إنترنس، لازم المبنى بتاعي المدخل بتاعه يبقى واضح ويبقى مرفوع عن الأرض. وبرضه بس يعني بستخدم سكيل كبير للمباني بتاعتي، لازم المباني بتاعتي تكون ضخمه. وبرضه من الفيتشرز اللي عندي الجلاس دوم، يعني عندك مثلا جلاس دوم استخدمتها في مبنى الكولومبيان اكسبو استخدمت فيه الجلاس دوم، وعندك مبنى اليونيون ستيشن استخدمت فيه الالفيتد بورتريتنج انترنس. بس ايه رأي حضرتك في المعماري اللي هو السلوفن؟ المعماري اللي هو السلوفن طبعا من المعماريين المتميزين فعلا، درسنا انا وهو في شيكاغو سكول، كان فعلا من المعماريين المتميزين، كان تفكيره مختلف عننا كلنا وكان متميز. وهو كمان اول من حط مبدا الجماليه للسكاي سكرايبرز، بس طبعا عمره ما هيبقى زي الكلاسيك سكاي سكرايبرز الكونسبت كلاسيكي. بس هو عنده مشكلة، هو شايف ان اللي جاي هو المودرن، وشايف ان راحت خلاص يعني راحت خلاص على التراز الكلاسيكي. بس انا من وجهة نظري التراز الكلاسيكي من يعني مهم، انا لو محافظتش عليه دلوقتي هيروح هيختفي. فانا يعني من وجهة نظري انا لازم اعمل كده. التراز الكلاسيكي كان بيتميز انه تراز ضخم في السكيل هيوج سكيل، وكان الشكل الهندسي في نفس الوقت كان بيبقى بسيط،
وكان بيستخدم دايما بيستخدم الكلاسيكال كولومن فيها اللي هي الدوريك والكورنثيان والايوني. كان كمان عندنا ان الاليفيتد انترس دايما المداخل بتاعتي بتبقى مرفوعه من الارض وبارزه لبره، يعني اي حد يجي المبنى يشوفه يعرف ان هو ده الانترس بتاعي. وكان دايما الدومز فيها بتبقى سكيلها كبير وما بقاش فيها لعب كتير من زخارف وغيرها، واحيانا كانت بتبقى بلاك. وهنطلع فاصل ونرجع لكم مع السؤال التاني. كات مايا استنى عليا بس الفاصل دي عليك الكونسيبت. يلا بتاع الازاز تمام. ما مالي اي كلام بس مش مهندسين لو سمحتوا اقعد مكانك. لو سمحتوا مش مهندس مش خليك اجلوا الكلام ده من مصر. تمام. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونوجه السؤال الثاني للباشمهندس خالد ونقوله ايه هي اهم فيتشرز للمعماري لويس سوليفن. طبعا المعماري الكبير لويس سوليفن الفيتشرز في البيلدينجز بتاعته كانت ان هو شغله معظمه كوميرشال بيلدينجز من 10 ل 12 فلورز ستيل ستراكشر. طبعا كان الاليفيشن واضح جدا عليه ان هو متقسم 3 ليفلز من شكل الويندوز، وده ملحوظ في بيلدينج زي جالانتي بيلدينج واوديتوريوم بيلدينج. كان برضه بيستعمل في الايفيشن سيمي سيركل ارش، ودي بعد فتره بقت السيجنتشر بتاعته. وطبعا استوحى ناتشرال اورنمنتيشنز من فرانك فيرنس في فتره كده اشتغلوا مع بعض فيها. وطبعا هو بقى عدل على الناتشرال اورنمنتيشنز دي، كان بيعمل فلورال شيبس. نحب نشكر الباشمهندس خالد ونوجه نفس السؤال للباشمهندس عمرو، وايه هي اهم الفيتشرز للمعماري دانيال بيرهام؟ الفيتشر ديزاين زي ما قلت قبل كده ان كنا بنستخدم الدومز او بنستخدم الكلاسيكال كولورز. وضحت عندي اول حتتين دول في مبنى الورد كولومبيان اكسبو واليونيون ستيشن. المبنيين دول فعلا الناس كانت بتشوفهم بتلاقي فيهم الطراز الكلاسيكي باين قوي، لان في الورد كولومبيان اكسبو كان الدوم كبيره وكان الدوم ازاز، فالناس كل ما كانت واضحه للناس من اي حته ان هم ممكن يشوفوها تبقى واضحه. اما بالنسبه للمبنى اليونيون ستيشن الانترنس بتاعه كان اليفيتد زي ما قلنا، كان مدخل واضح للناس وهم شايفينه، مبنى بارز وعالي عن الارض، فكان بيدي يحق على طول ان هو ده الانترنس بتاع المبنى اللي انا داخله. ونختم بالسؤال الاخير السؤال الثالث ونسال باشمهندس خالد ايه رايك في المعماري دانيال بيرنهام؟ طبعا مهندس دانيال بيرنهام يعني معماري كبير غني عن التعريف. مع احترامي طبعا هو ما كانش كرييتيف، كان بياخد الكلاسيكال ستايل وكان بيعمله في البيلدينج بتاعته زي ما هو يعني زي ما هي جت موجوده اصلا، على عكس لويس سوليفن كان بياخد الكونسبت على العمود. ونحب نوجه نفس السؤال لباشمهندس عمرو، وايه رايك في المعماري لويس سوليفن؟ ومع احترامي للمهندس المعماري الكبير لويس سوليفن، هو مش اول واحد عمل سكيلز كبير في شيكاغو ده عموما. وهو حاول دايما تقريبا في مبانيه انه يقتل الطراز الكلاسيكي، مع ان الطراز الكلاسيكي زي ما قلت فيه جماليات، طراز بيدي شكل جميل للمبنى. طراز فعلا لو ما كانش على قوله ان هو طراز بيقتل المباني، طراز وحش، ما كانش لحد النهارده بنشوف ان في مباني كتير في عصرنا الحديث ماشيه على الطراز الكلاسيكي. ومع نهايه اليوم وصلنا لاخر البرنامج بتاعنا والنهايه للاسف ما قدرناش نقعد وقت اكتر مع الاثنين باشمهندسين العظماء باشمهندسين اللي عندنا، وهنسيب التصويت لكم انتوا عشان تقولوا مين اللي هيكسب. التصويت لكم انتوا. والله الباشمهندسين دول زي الفل اقسم بالله. الحياه رايقه.